في العراق تبنى تنظيم دولة العراق الإسلامية الفرع العراقي للقاعدة التفجيرات الدامية التي استهدف معظمها الثلاثاء مناطق شيعية في بغداد، وقتل فيها أكثر من 52 شخصا وجرح نحو 200. وجاء في بيان يحمل عنوان غضبة الموحدين ردا على إعدام معتقلي أهل السنة أن ما حصل الثلاثاء هو أول الغيث ومرحلة أولى. وفي تركيا جرح شخص في هجومين منفصلين استهدفا في وقت متزامن مساء الثلاثاء مبنى وزارة العدل ومقر الحزب الإسلامي الحاكم في أنقرة. في الهجوم الأول انفجرت قنبلتان يدويتان أمام مدخل مبنى ملحق بوزارة العدل، فيما استهدف الثاني بقاذفة صواريخ مقر حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.